وصلنا النبوت، بندور لنا طقس قريب نجرب فيه الجرافات. طلع خفافية اليوم بس لأن احنا مشتاقين. والله انها خرافية يوم طلعت فيها الطعس، لكن في نفس الوقت مرة خطرة، مرة مرة مرة. يعني الصراحة يعتبر اني ندمت اني ركبتها، لان الكفرات اللي قبل امن من هذه 7000 مرة. يعني هذه ما يمديك تلعب فيها ولا اي حاجة، هذه حقت قص يعني باختصار. لكل يقول جو حار، والله بالعكس، في العصر الأمور زينة والجو جميل ما في أي حاجة. وزهير وراي قاعد يصور سدوانا عصر غزو. الجميل بنجربات للأسف طحت في غلطة دايم يطيحون فيها الناس. جيت هنا مسرع ونسيت ان هنا في قص، وطق طق 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 زي ما تشوفون. لا بس الحمد لله سلمت، الدباب سالم ما فيها شيء. الراوتر قلبه تشينة. انا قلش في الدباب يمشي على جنب اثر الاخ فلاح بنشر. شوف اخوي، انا ما احب اتدخل في خصوصيات احد، بس يعني هذه نصيحة لوجه الله.